أقيمت في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق أمسية تراتيل قدمها المشاركون في الدورة التدريبية للموسيقى البيزنطية للمستوى الثاني بحضور المطران ياسر العياش وعدد من الآباء الكهنة وجموع المؤمنين. وقدم المشتركون مجموعة من التراتيل البيزنطية بأسلوب مميز تأتي ضمن ما تعلموه خلال الدورة التي نالوا فيها شهادات تقديرية عن كل مستوى فيها. وجاءت هذه الدورة برعاية من مكتب فضائية نورسات الأردن وبتنظيم من المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك وبإشراف من المرنم الأول على الكرسي الأنطاكي بشير الأسطى، حيث تأتي استكمالا لبرنامج الدورة الأولى التي عقدت في شهر آب الماضي والتي تهدف لصقل مهارات المشتركين الموسيقية وليكونوا قادرين على قراءة النوتة البيزنطية بشكل احترافي ليساعدهم في تجسيد الكلمة لحنيا خلال الخدمة الليتروجية. نشكر الله أنه كان في حضور من كل الرعاية، وهذا بيساعد على أنه الرعاية المختلفة اللي بترنم بأشكال مختلفة بيصير في توحيد باللحن والترنيم على شكل موسيقي واحد، وأيضا بيصير في نوع من الجوقة الموحدة على كل الأردن. نورسات طبعا بالنسبة لإلها إنها ترعى هيك نشاطات وهيك دورات، هذه جزء من رسالتها بنشر المحبة، بنشر الكلمة الحلوة، اللحن الجميل، لأنه مثل ما قال القديس أغسطينوس: من رنم صلى مرتين. أتمنى أنا الازدهار لأبرشية الأردن، وحقيقة نحن دائما نهتم بوضع الأبرشيات وخاصة بالأردن، والحبيب اللي اهتم فينا واعتبرنا حالنا نحن هون ببيتنا. وشكرا كتير لنورسات ولكل القيمين، شكر من القلب. وبهاي المناسبة اجتمعنا جميعا وبحضور سيادة المطران ياسر العياش وأيضا فارسة القبر المقدس الدكتورة باسمة سمعان وجمهور من أهالي الطلاب، واندمجنا روحيا بهذه التراتيل. أنا من جوقة ينبوع المحبة، حبيت أشارك بنمط جديد بدورة سلطيكا مع أستاذ بشير، كانت كتير مفيدة. شاركت بالمستوى الأول وهي هلأ بالمستوى الثاني، واليوم استلمنا شهادات وكان أداء كان كتير رائع، وإن شاء الله نكون حققنا اللي كان بده إياه يوصله أستاذ بشير. نحن في هاي الدورات عم منثمر وعم منوزع ومننشر الموسيقى البيزنطية بالجيل الصاعد حتى ما تندثر هاي الموسيقى، لأنه هي موسيقى الآباء القديسين والأجداد. هلا المستوى الثاني وإن شاء الله نكمل معاه للآخر، لأنه التراث البيزنطي تراث جدا عميق ولازم ندرس فيه النوت من تراثنا إحنا كروم ككنيسة موحدة. لذلك فرح قلبي وتهلل لساني وجسدي أيضا يقتد مطمئنا هللويا.